يوم 28 يناير استغلت جماعة الإخوان الإرهابية الظروف اللي بتمر بيها البلاد لتنفيذ مخططة اللي اترسم من سنين. واكتملت الصورة يوم 29. مخطط كان في انتظار اللحظة المناسبة للتنفيذ. تهالك بعض منشآت السجون اللي عمرها تخطى 100 سنة مكنهم من تنفيذ مخططهم. الهدف ما كانش تهريب أخطر المجرمين، الهدف كان كسر الإرادة وتهريب العناصر الإرهابية اللي تعبنا سنين في تحجيم نشاطهم عشان نحمي المجتمع. ده أسوأ سيناريو ممكن الشرطة تقابله في أي زمن، وكل ده كان بهدف زرع بذور الدمار في قلب مصر. تعرضت بعض السجون المصرية لاعتداءات منظمة جاءت جميعها في وقت واحد. فر إلى السجناء بعد تمرد في سجن وادي أناطرون. سجل هروب مساجين من سجن أبو زعبل. عناصر مسلحة. خلال 48 ساعة تم اقتحام 11 سجن عن طريق عناصر إرهابية مدربة. خلال 48 ساعة مكنوا أكتر من 23 ألف مسجون من الهروب. الوضع كارثي. الوضع أسوأ من كده بكتير، ومصر بتواجه كارثة هي الأكبر من نوعها. كارثة كانت أكبر من الاستيعاب. إرهاب، خطف وتخريب، وسرقة بالإكراه وقتل، سجلت معدلات قياسية خلال ساعات بسيطة من الهروب. تم تدمير عدد 459 منشأة شرطية، وحرق عدد 3141 مركبة شرطية، وفقد وإتلاف عدد 16157 قطعة سلاح. ما
كانش قدامنا حل غير اننا نتحرك باقصى سرعه. بطلنا ننام عشان نقدر نسترجع ال 23,000 مسجون اللي هربوا. تحدي كبير، مهمة شبه مستحيلة، والتمن كنا عارفين انه فادح. استهلاكم بلوك، انا عايزكم فاضي. عشان ترجع بلد بالزمن 50 سنة لورا يكفي تطلق المجرمين في الشوارع عشان تنتشر الفوضى. احنا وضعنا صعب، والوزارة ضعف وغياب الامكانيات عامل الزمن ما كانش في صالحنا. ورغم كل ده لازم تحرك سريع وحاسم. كان في عزيمة ما نسيبش مكاننا. انا عارف ان التحدي كبير وان المهمة صعبة وان التمن هيكون غالي، لكن لازم نرجع الامن تاني مهما كلفنا من تضحيات. رحلة البحث عن العناصر الهربة كانت مهمة صعبة جدا. المجرمين بعد الهروب أصبحوا أقوى وعرفوا إزاي يتحصنوا ويتسلحوا. واجهنا أكتر من بؤرة، كانت بحيرة المنزلة أهمها وأصعبها. اتجمع فيها أكتر التشكيلات العصابية خطورة، هدفهم كان عمل دولة جوا الدولة. كل يوم حرية بالنسبة لهم بيضاعف قوتهم. سيطر على منطقة من أصعب المناطق المحصنة جغرافيا، والمانع المائي كان تحدي، لكن العزيمة كانت أقوى وقدرنا نطهر المنزلة بصعوبة مش هننساها. العناصر الإرهابية كانت الخطر الأكبر، وكان استهدافهم أولوية لحماية المجتمع من تنفيذ مخططهم. مجهودات الشرطة مش ممكن تكمل غير بمساعدة أهلنا، هم عيوننا اللي بترصد كل هارب. المواطن دايما مفتاح اللغز. تمام يا فندم. استعداد المأمورية. نقطة فين تمام؟ المأمورية معايا. تمام تسكين. صعبة. نجحنا نسيطر على بؤرة من أخطر البؤر الإرهابية اللي واجهناها،
وخرجنا واحنا متأكدين اننا حمينا اهالينا من جرائم اكبر.